عزيزي الفاضل الى موضوع اخر وهو النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده مباراه مهمه غدا مع مصر المقاصه، عنده غيابات بالجمله، غيابات موجعه، غيابات مؤلمه امام مصر المقاصه. تخيل كده عنده كم واحد غايب، عنده 11 لاعب غايب عن هذه المباراه المهمه للنادي الاهلي امام مصر المقاصه. الاهلي ما بيلعبش دوري بقاله فتره، ولكن رغم هذه الغيابات المؤلمه والموجعه يعني قادر على تخطي هذا الامر. ليه ده شارك في كاس العالم وكان ناقص الدنيا بحل. طب ايه الغيابات؟ غيابات مؤثره للغايه. اهم الغيابات هي علي معلول. بص بس شوف الاصابات اللي عنده. علي معلول عنده اجهاد في السمانه، ماشي الحال. ايمن اشرف عنده الام في الركبه. محمد عبد المنعم عنده كدمه في الراس من ماتش الهلال السوداني. بيرستاو عنده تمزق في العضله الخلفيه. صلاح محسن عمليه جراحيه في مشطيه القدم. بدري بانون واحمد نبيل كوكا، ودول موضوعهم موضوع بس ما حدش مهتم بالموضوع، وهو ان هم عندهم تداعيات كورونا. عمالين بقى يكشفوا عند دكاتره قلب ودكاتره صدريه وحكايه وروايه، والف سلامه عليهم. واكرم توفيق اليوم عمل عمليه جراحيه الحمد لله في النمسا، وشفاه الله وعافاه ومتعه بالصحه والعافيه. واكرم توفيق ايضا كان عمل عمليه، الاثنين هيعملوا التاهيل في اسباير. ومحمود متولي برده ما زال لسه في تداعيات الاصابه، ووليد سليمان لاستبعاد الامر الفني. عندك 11 لاعب غائب، 11 لاعب غائب. محمد عبد المنعم، علي معلول، ايمن اشرف. شوف بس هنا ايمن اشرف غائب، يبقى يلعب لك مين؟ ومحمد عبد المنعم مين اللي هيلعب عندك؟ ثابت ياسر ابراهيم ورامي ربيع، ما عندكش غيره، ما عندكش غيره. ده انت النهارده كمان عندك اثنين هيحترفوا، منهم محمد مغربي اللي كان مكسر الدنيا. انا مش عارف ازاي وافقوا له يحترف، يعني ده يلعب زي الفل في الفريق الاول. محمد مغربي ومحمد ياسر الاثنين رايحين تشيك. محمد مغربي ده لعب في كاس عالم اول مباراه قدام مونتيري وكان مستواه رائع، بس هنا تلافوا الخطا اللي كانوا واقعين فيه مع محمد عبد المنعم اللي هو ايه؟ اعاره سنتين. لا يا عم، ده اعاره والاحقيه في عودته، في اعادته في اي وقت. يعني النهارده كسر الدنيا محمد مغربي، او انا حصل عندي عجز استدعيه للنادي الاهلي، محمد مغربي ومحمد ياسر. فالاثنين رايحين تشيك، فعندك نقص في المدافعين ايمن اشرف ومحمد عبد المنعم وبدري بانون، الثلاثة غايبين، ما عندكش غير رامي ربيعة وياسر ابراهيم. محمد مغربي بقول لك إعارة. وعلي معلول هو غايب، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، عمار حمدي، أكرم توفيق، بيرستا، وصلاح محسن، بدري بانون، أحمد نبيل كوكا، محمود متولي، ووليد سليمان. يعني الغائبين من قلب من الدفاع أربع لعيبة، أيمن أشرف وبدري بانون ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي، أربعة في قلب الدفاع بخلاف علي معلول الباك ليفت، واكرم توفيق الباك رايت، وعمار حمدي النجم الكبير، فشفاهم الله وعافاهم. طب القايمه فيها ايه؟ القايمه فيها مفاجآت جميله جدا 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 لجماهير النادي الاهلي العظيمه، اهمها عوده العملاق محمد الشناوي. وما تعرفش بقى هيبدا من الاول، يبدا من بدايه المباراه، ولا يبدا من ولا ينتظر ليه ياخد في الشوط الثاني نص ساعه مثلا، ولا ايه؟ ده اللي هيقرره مستر بيتسو موسيماني، هو الوحيد صاحب القرار، لان هو الوحيد اللي شايف ايه الموقف قدامه. عمار حمدي ما انا قلت عمل عمليه وبقى زي الفل وموجود في النمسا ومعاه الدكتور احمد ابو عابل. طيب محمد الشناوي رجع معاه في حراسه المرمى، ويجب الثقه فيه ومنحه الثقه علي لطف اللي لعب معاه كاس عالم وخدت برونزيه وادى اداء رائع في الفتره اللي فاتت، فبالتالي يجب ان الجمهور يسانده ويدعمه دايما. محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير اللي ادى مستوى طيب في كاس الرابطه ونال ثقه الجماهير ايضا. لكن ايه اللي يحصل بقى؟ مين يلعب؟ اكيد محمد الشناوي. خط الدفاع رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، وكريم فؤاد، ومحمد هاني، ومحمد اشرف، ومحمود وحيد. وسط الملعب حمدي فتحي، ديانج، السوليه. الشق الهجومي فيه قفش، محمد محمود، طاهر محمد طاهر، ميكا سوني، احمد عبد القادر، الشحات، زياد طارق، محمد فخري، وفي الهجوم حسام حسن ومحمد شريف. مباراه ستقام الثامنه باذن الله تعالى على استاد الاهلي والسلام. الاهلي خلي بالك معاه 19 نقطه، كسب 6 مباريات وتعادل في مباراه واحده فقط. والاهلي في هذه المباراه بروفا لمباراه سان داونز باذن الله تعالى،
اللي هتقام مساء الجمعة المقبل ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله تقام مساء الجمعة المقبل، وبالتوفيق لهم ان شاء الله في مباراة مهمة للغاية، مهمة للغاية بين النادي الاهلي وصن داونز. لعب مباراة واحدة قدام الهلال خد نقطة، مباراة المريخ ما زالت مؤجلة لانه كان في كاس العالم للاندية. يكسب صن داونز باذن الله، انا اتفرجت على صن داونز والمريخ، صن داونز ليس بالفريق المرعب الذي كان قبل سنوات، لا فريق يعني مميز لكنه ليس الفريق المرعب اللي من الصعب الفوز عليه. فبالتالي بنتمنى التوفيق باذن الله تعالى للنادي الاهلي امام صن داونز في المباراه التي ستقام الجمعه المقبل باذن الله تعالى. طيب لايك وشير وصلي على سيدنا النبي الزين، ودع النفس والوالدين والغير. مستر بيتسو موسيماني عنده شهوه الحديث، عنده فرحه النصر، راجع بميداليه برونزيه من كاس العالم للانديه. النهارده اجرى حوار مع احد المواقع في جنوب افريقيا، عنده لازمه كده مش عجباني، كل شويه يقول لك انا ما عنديش لا بركات ولا بوتريكا ولا وائل جمعه، ورغم هذا عملت. انت عندك نجوم كثر وعندك لاعبين مميزين، وانت عندك روح الجماعه، عندك جماعيه فريق النادي الاهلي، عندك الاداء المميز، عندك لعيبه. انت يكفي انك انت في المباراه الماضيه، والله دي اليمين يا حبيبي، دي اليمين مقلوبه عندك، يكفي انك انت في البطوله الماضيه هداف الفريق وياسر ابراهيم، عندك لعيبه مميزه كتير، عندك هداف الدوري المصري، عندك لعيبه مميزه. فمش كل شويه هطلع اقول انا ما عنديش بركات ولا بوتريك، لا انت عندك حمدي فتحي وعندك السوليه وعندك ديانج وعندك علي معلول وعندك ياسر ابراهيم وعندك قفش وعندك محمد شريف. فبالتالي ما ينفعش ان انا كل شويه ابقى بقلل من لعيبتي واطلع اقول التصريح ده. طبعا تم الاتفاق على كل شيء خاص بتجديد بيتسو موسيماني، لا يبقى الا وصول مويرا موسيماني واقتناعها التام بان مفيش حاجه اسمها عموله عند تمديد التعاقد، مفيش حاجه اسمها عموله خالص. فتم الاستقرار على 160 الف دولار زي ما انا قلت لكم، فاكرين لما كان الدنيا كلها بتقول 180 الف دولار، الناس بقى تكلم ممكن يبقوا 165، مش فارقه لو زاد الخمسه دول، لكن ما هو بيتضمنوا راتب المساعدين والمعاونين معاه اللي في فرقه النادي الاهلي، بيتضمنوا راتب المساعدين معاه اللي موجودين مع النادي الاهلي، وخلاص هيجدد خلال الاونه القادمه. بس يعني ايه، توصل مويرا الى القاهره، توصل مويرا الى القاهره. من حق بيتسو، ناس كتيره بتقول ان بيتسو موسيماني كل شويه بيتكلم، من حقه يا جماعه يفتخر بنفسه، ده بيمرن النادي الاهلي، ده بيمرن النادي الاهلي، ده كسبان 2 افريقي، ده كسبان 2 سوبر افريقي، ده كسبان 2 تالت عالم ميداليه برونزيه. فمن حقه انه يحس بنفسه، مش هنقعد نكبسه نقول له ما تتكلمش، لكن يتكلم، لكن ما يقولش تفاصيل واسرار تخالف قيم وتقاليد النادي الاهلي العريق، زي تفاصيل المفاوضات وقعدنا مره واثنين وثلاثه وما حصلش، الكلام ده يزعل الاداره، واحنا عاوزين العلاقه يبقى فيها انسجام وتوافق بينه وبين الاداره في المرحله المقبله باذن الله تعالى. فبالتوفيق له ان شاء الله، ان شاء الله، وتجديده مساله وقت فقط، لكن وتم التجديد له بشروط النادي الاهلي وليس بشروطه. كانت مراته عايزه 180 الف دولار خالصه الضرائب وله فقط، لا يبقى 160 او لو 165 ومعاه المساعدين بتوعه اللي موجودين، وما فيش الكلام الضخم اللي بيقوله. طيب عاوز اروح مع حضرتك لموضوع مهم جدا، وهو ان هناك ضغوطا عنيف، ضغوطا عنيف على الكابتن طارق حامد للقاء رئيس نادي الزمالك وحل أزمة تجديد عقده والسفر مع الفريق إلى المغرب. الزمالك يحتاج إلى جهود طارق حامد، سيبك بقى من حتة الإصابة والكلام ده، ما احنا كلنا عارفين إن هو زعلان ومقموص عشان هم رادوا أشرف بن شرقي وطنشوه. فعندهم المباراة بتاعتهم يوم السبت، الوداد والزمالك، فبيحاولوا يرادوا في طارق حامد. عندي معلومة ان هو يعني هيسافر، وان هو وارد النهاردة بالليل يلتقي رئيس نادي الزمالك وياخد جزء من فلوسه القديمة ويسافر بإذن الله تعالى، ثم يرجع مرة اخرى، ولما يرجع ياخد كل فلوسه ويبقى يجدد ويزبط امور ويزبط امور. لازم نقول ده، ولازم نقول ان كان في ادارة موجودة برئاسة حسين بك لبيب ما كانش عندها المشاكل دي، كانت بتدي كل الناس مستحقات، وما كانش عندها صدمات ولا ازمات ولا اي حاجه، ماشي النهارده، ولا كانش عندها لعيبه بتتمرد بهذا الشكل. يعني طارق حامد متمرد على نادي الزمالك، مش طارق حامد غايب عشان عنده اصابه، ما عندوش اصابه غير هي شد عضلي في الفيزا، شد عضلي في الحساب البنك، صليبي في الحساب البنك، لكن ما عندوش حاجه.
فبيضغطوا النهارده ان يقعد مع رئيس نادي الزمالك بالليل ويطلعوا يقولوا الحياه جميله والحياه حلوه ويسافر مع الفرقه على فين للمغرب، بغض النظر بقى عن مصير كارتيرون او غير كارتيرون او يلعب او ما يلعبش، عايزين يعملوا نوع من شكل لم الشمل حوالين لاعبي نادي الزمالك قبل مباراه الوداد المغربي، خاصه وانها مباراه مهمه جدا 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 في تحديد مصير الزمالك في البطوله. الزمالك معاه نقطتين، لو خد الثالثه ماشي، لكن لو خد 2 من 9 هتبقى مساله صعبه، يبقى عندك 9 محتاج تاخد منهم على الاقل 8، 9 نقاط هتاخد 8 ازاي؟ طيب ما هما فوزين مثلا 7 ممكن يبقى 7 و2 ماشي، ممكن يصعب بال9 نقاط. لكن اللي انا بقوله ان طارق حامد في ضغوط كبيره عليه، خاصه بعد تدخل بعض النجوم الكبار القدامى لا داعي لذكر اسمائهم، اللي عمالين يشتكوا من مركز 6، عمالين يقول لك مركز 6 ما فيهوش حد مش عارف ايه وبتاع وما حدش قادر يسد غياب طارق حامد. هو ينفع فرقه ما يبقاش لها بديل؟ ينفع لاعب ما يبقاش له بديل؟ ما انتوا يعني لازم يبقى في حد له بديل. افرض طارق حامد مش متمرد وغاب لا قدر الله الاصابه، لكن بصفه عامه باتريس كارتيرون بيخرف مع نادي الزمالك ويرغب في الرحيل من خلال تشكيله واداء الفريق، سواء في كاس الرابطه او في الدوري خسر من سموح او في كاس دوري ابطال افريقيا، فبالتالي بيحاولوا ان هم يستردوا طارق حامد للسفر مع البعثه الى المغرب ومواجهه الوداد المغربي في واحده من المباريات الصعبه على نادي الزمالك. نادي الزمالك امكانيات لاعبيه وقدرات لاعبيه الفرديه عاليه، لكن التوظيف ازاي؟ طيب قلبي مع النجم الكبير نجم منتخب مصر ونادي الزمالك احمد سيد زيزو، يعني ندعي له كلنا بالشفاء باذن الله تعالى والعوده بسلامه الله من انجولا. قاعد في انجولا عمل 4 مسحات لحد النهارده وكلهم بوزيتيف عنده كورونا، نتمنى له باذن الله الشفاء، ربنا يشفيه ويحفظه ويرجع لاهله بالف خير وصحه وسلامه ويرجع لناديه ويرجع لمنتخب مصر. احمد سيد زيزو واحد من اللاعيبه الاخلاق المحترمين اللي كلنا بنسعد بتواجدهم في المنتخب الوطني وبنستمتع بادائهم مع الزمالك ومع المنتخب الوطني، الف سلامه عليه وشفاه الله وعافاه. دمتم في امان الله، سلام عليكم.